باختصار هي عبارة عن آليات لتنفيذ القرار 1701 معايير وآليات مع وجود لجنة ثلاثية أمريكية فرنسية بريطانية في الواقع ربما دولة رابعة أيضا تنضم إلى هذه اللجنة لتراقب تطبيق الاتفاق على آليات تطبيق القرار 1701 والتي تنص بالضرورة على انسحاب حزب الله كاملا إلى شمال الليطاني من الحدود اللبنانية على الشمال الليطاني ووجود في القوات في المعززه ومراقبه دوليه لتنفيذ هذا القرار لا يعني ما تريده اسرائيل بان تكون هي الطرف الذي يتدخل كلما كان هناك فكره بان هناك انتهاك لهذا الاتفاق هي ليست يعني عمليه ولا هي مقبولة الجديد في الأمر هو ما شد بالأمس ما بين الرئيسين المنتخب دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن تحدثا عن موضوع وقف النار في غزة والرهائن إطلاق سراح الرهائن في غزة بصورة منفصلة عن ترتيبات وقف النار في لبنان فإذا في مسارين مختلفين منفصلين الجديد أنهما معا اتفقا على أن يسعيا أن يتم ذلك حتى في الفترة الانتقالية وليس بالضرورة إلى حين يعني وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بمعنى أن هذا يساعد في أن يكون جو بايدن قادر على أن يختم ولايته بشيء جيد له لجسي يعني السيرة الذاتية التاريخية له ولا يمانع دونالد ترامب بأن يكون أن يصل إلى البيت الأبيض بدون مشكلة كبيرة اسمها مشكلة حرب غزة وحرب لبنان هذا من جهة لكن باختصار مفيد من جهة أخرى هناك من يشكك بكل هذه الأمور لأنه يقول لماذا يقبل نتنياهو بأن تكون هناك عملية ايجابية تؤدي إلى وقف النار في غزة أو في لبنان بينما في وسعه أن ينتظر إلى حين تولي دونالد ترامب الرئاسة ويقدم له تلك الهدية حين ذاك، بمعنى هناك تشكيك بنية نتنياهو ولكن هناك عمل بالموازاة لتلبية الرغبة البيضانية أو فريق بايدن بموافقة ترامبية إذا شاء التعبير.